سؤال جدا مهم. شخص يقول متى أنا تعرضت لخلع للكتف والدكتور نصحني بالعملية، متى أقرر أسوي عملية ومتى أقرر أنه لا، العلاج التحفظي أو العلاج الطبيعي والتمارين هي الحل الأفضل لي؟ للجواب على هذا السؤال يحتاج نعرف معلومات وتفاصيل عن المراجع. من أهمها أول شيء عمر الشخص، نشاطه البدني، الهدف من العلاج هل هو يبي يرجع لنشاط بدني عالي الشدة، يبي يرجع للرياضة، يبي يرجع للرياضة فيها احتكاك، يبي يرجع للرياضة فيها استخدام لليد فوق مستوى الرأس زي الطائر والسلة. فلازم نعرف طبيعة حركة الشخص وفين بيوصل بالعلاج. نبي نعرف قلنا عمره، نبي نعرف نوع الخلع. الخلع في عندنا ثلاثة أنواع أساسية: خلع أمامي، خلع خلفي، خلع للأسفل، يتسحب الكتف للأسفل. هذه أكثر الأنواع مشهورة، لكن اللي نشوفها أكثر شيء ويعني هي اللي أكثر شيء نشوفه في العيادة هي الخلع الأمامي. عشان كده كل الأمثلة أو كل اللي حقوله الآن هو يتعلق بالخلع الأمامي أكثر. الآن شخص اتخلع عليه الكتف ورجعوا له هو واموره تمام وكل شيء، يعني العلاج الاولي تمام، رجع الكتف مكانه واموره الان تمام، وبيسال هل انا احتاج عمليه او لا. نحتاج نعرف هل صار في قطع او تجريح في الحافظه الغضروفيه، عباره عن غضروف في حواف المفصل يمسك المفصل جوا، يمسك راس الذراع في المفصل، هل هذا صار فيه قطع ولا لا، وهل القطع صغير او كبير. اذا ما صار فيه قطع واذا كان صغير الاغلب انه ما يحتاج عملية، هذا رقم واحد. اثنين، هل عنده ثبات جيد؟ طيب كيف نختبر الثبات؟ من خلال اختبارات حركية نسويها في علاج الطبيعي، اختبارات، وفي حاجة نسميها اختبارات خاصة special test توضح لنا اذا كان المفصل ثابت ولا لا. نشوف هل تضررت الأربطة حقت المفصل ولا لا، هل تضررت العضلات المحيطة بالذات الروتيتر كف اللي هي العضلات المدورة اللي تثبت من مهمتها تثبيت الكتف، بالإضافة لعضلة مهملة عادة لأنه كثير ناس ما يعرفوا أنه لها دور في ثبات الكتف اللي هي البايسبس، العضلة الأمامية هذه الثنائية الرأس، تحديدا الرأس الطويل اللونج هيد. كثير ناس ما يعرف انه هذه لها مهمة في تثبيت الكتف فيتجاهلوها في علاج خلع الكتف. فهذه المعلومات كلها نحتاج نعرفها عشان نقرر اذا كان الشخص افضل يسوي عملية او لا. طيب من ضمن الاشياء كمان المهمة، كم مرة صار في خلع للكتف وخلال كم المدة؟ يعني مثلا انا شفت ناس عندهم خلع 4 مرات وفي ناس عندهم خلع 6 مرات تتكرر وناس عندهم 12 مرة. في ناس اضطروا يسووا عملية، يعني مثلا ال 12 مرة اضطروا يسووا عملية لأنه الخلع صار ينام يصحى يلاقي الكتف مخلوع. هذا الحالة وهذا النوع لازم يسوي عملية لأنه صار مرة عدم الثبات بشكل كبير جدا، وهذا ما نفضل ما يكون موجود لأنه ممكن يؤذي بعد كده الأعصاب المحيطة، الأوعية الدموية المحيطة إذا تكرر الخلع بشكل كبير. في ناس أتكرر عليهم 4 مرات خلال سنة أو 6 مرات خلال سنة، هذا الأغلب إنه نحتاج نسوي عملية، لكن كمان ما نقرر إلا بعد الاختبارات الحركية واختبارات الثبات. لكن الجايدلاينز أو هي يعني التوصيات العامة إنه إذا صار خلع أكثر من 4 إلى 6 مرات في السنة على الأغلب هيحتاج الشخص عملية. إذا صار أقل من كده مرة مرتين خلال سنة فهذا الوضع يكون إن شاء الله طيب وما في أي مشاكل ويقدر يتعالج من خلال العلاج التحفظي أو العلاج الطبيعي. بعض الأشخاص ممكن يتخلع أكثر من مرة لكن في مدة زمنية أطول، يعني مثلا يتخلع عليه 6 مرات خلال 4 سنوات فبمعدل مرة أو مرتين في السنة، هذا يعتبر كمان ممكن نجرب معاه العلاج التحفظي قبل لا نرسله للعملية، وتحديدا إذا سوينا الاختبارات، اختبارات
اثبت اختبارات الحركية وبان انه ما هو ثابت.